موجز الأخبار من إذاعة الديوان، أهلا بكم. في القصرين مقتل فتاتين بعد أن أطلقت دولية أمنية النار عليهما على خلفية رفضهما الامتثال لأوامر التوقف، وحسب الأبحاث الأولية فإن السائق لا يمتلك لرخصة سياقة وفق بلاغ لوزارة الداخلية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أنه يمكن لدائرة القارة الأمريكية ودائرة العالم العربي وباقي دول أوروبا ودول العالم تقديم مطالب ترشح للانتخابات التشريعية بصفة متفرقة نظرا لارتباطها بأكثر من دولة بخلاف الدوائر الأخرى. تم إلغاء إضراب عوان الخدمات الأرضية والفنية والوكالة التجارية للخطوط التونسية بمطار جربة جرجيس المبرمج ليومي 29 و30 من أوت الجاري إثر جلسة عمل جمعت وزير النقل شهاب بن أحمد بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والإدارة العامة للخطوط التونسية. الخطوط الجوية التونسية أعلنت في بلاغ لها أنها قررت تعليق رحلاتها في اتجاه مطاري طبرق والبرق بليبيا في انتظار مراجعة عقد إعادة تأمين بعنوان الوجهتين المعنيتين. في أخبارنا العالمية، تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت مقر استخبارات وزارة الداخلية وسط بغداد. استشهاد 7 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يقع جنوب مدينة غزة. حركة شبابية مناهضة للسلطات المصرية الحالية تعهدت بحراك ثوري سلمي نوعي مبدع وفق وصفها مع حركة شبابية معارضة لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي في 30 من أوت الجاري. اللجنة الأمنية والعسكرية اليمنية تدين استمرار الحوثيين في التصعيد بصنعاء. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصلت إلى كييف وسط النزاع المسلح الدائر في شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لروسيا. نهاية الموجز الأخباري، نلاقيكم في مواعيد إخبارية لاحقة. أجمل تحيات ميرا مقني.